سيب كل شويه كده عمال اقلب في اه ايه. انت ده كنت سرحت. بجيب دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت دور ال 16، كان في كام فرقه في دور ال 16 من شمال افريقيا؟ تعال نمشي مع بعض واحده واحده. الاهلي في المجموعه الاولى هو الفرقه الوحيده من شمال افريقيا، ادي واحد. شباب بلوزداد اتنين في المجموعه الثانيه. ثلاثه الوداد، ادي ثلاث فرق. الترجي اربعه، خمسه المولوديه، سته الزمالك. اتكلم في كام فريق؟ ستة. ست في دور الكام؟ 16. 16. انا بس بقى انا رجعت الجوهري تاني. ست فرق من في دور ال 16، انت اللي هيصعدوا من دور اللي هيصعدوا دور ال 16 من 8 فرق، خمس فرق وممكن واحده زياده. واحد ست. فانت احساسي انه مش هيحصل مشكله لفرق شمال افريقيا، لان انت في النهايه برضه في دور ال 16 هيبقى عندك خمس او ست فرق من شمال افريقيا، مش هيحصل مشكله. ما انا معاك، بس انا فكره ان انت حصرت الحته الجغرافيه هي قريبه سهله جدا، ان عشان الدوريات تكمل انت مش هيبقى عندك مشكله فكره ان احنا بنقعد خمس ست ايام عشان تروح تلعب ماتش وترجع وبتعمل لك مشاكل بالظبط كده. لكن لما هتروح تلعب بقى في قلب القاره هيبقى هو ماتش واحد، لكن عكس لما انت بتلعب كل اسبوع او كل اسبوعين على حسب ما البطوله هتتعمل. وانا في رايي يا كريم ان البطوله دي معموله، انا شايف ان هي فيرجن او ترايل كده او تجربه للسوبر ليج الاوروبي. بالظبط مظبوط. وانفانتينو ان هو يتدخل وان هو مدي الموافقه، انا احساسي ان هو يعني جرب هنا بالظبط كده، جرب في الغلابه، فهي دي الفكره برضه. بس انفانتينو بيوعد اوقاته مش بيوفي. طب ما هو برضه في مازيمبي يعني، وبعد ما كان بيحتفل بال 80 سنه على انشائه وقال الكره هناك هتتطور والكونغو هطورها وهصرف عليها واعمل لها مصاريف، لم يصرف اي شيء، والكلام ده من 2019. فمش كل حاجه هيقولها انفانتينو هينفذها. انا عايز اقول المتسيب بيه يعني راجل ذكي جدا، هو عامل جلسه قريبه جدا مع رئيس الاتحاد الدولي، هيقعدوا مع بعض يتكلموا على رعايات بترعى دوري ابطال اوروبا، ترعى دوري السوبر الافريقي، على اعتبار ان هنا هيولد لاعبين وهنا هيولد لاعبين. الراجل بيفكر من الناحيه الماديه، هو متسيبي بيفكر من الناحيه الماديه، هو عايز من البطوله دي، بقولها تاني من وجهه نظري الشخصيه، تفريغ الفرق الضعيفه لدوري ادنى، هو مش عايز يشوفهم في دوري ابطال افريقيا على اعتبار ان هم بياخدوا مساحه من المباراه. دي فكره السوبر ليج عموما يعني، اللي حتى بيريز لما قالها، هو كان فلورنتينو بيريز اتكلم في اوروبا، هو افريقيا بعض الشيء، خد بالك هي في كل قاره هتلاقي ده. يعني في كل قاره انت هتلاقي التقسيمه دي، الفرق اللي هم الكرام دولا كرام اللي هم بيسموها يعني الفوق، الفرق الاغنياء يعني زي ما بيقولوا، وفرق اللي هي بتبقى موجوده ضعيفه نسبيا مستواها كرويا وحتى ماديا، فهو عايز يعمل فلتره بالزبط للحته دي. انا اناني شويه، انا ممكن اكون باصص لبصه بعيده شويه، بس انا دي انا بالنسبه لي مهمه. انا فريق كبير تمام، عايز العب مع فرق كبيره بالظبط. الاهلي والزمالك والفرق الكبيره اللي بتشارك من مصر في البطوله دي بتهلك مع ملاعب سيئه سواء مع فرق سيئه او ملاعب سيئه او اجواء سيئه او سفر طويل. انا عايز العب مباريات كبيره، عشان معلش بصراحه يعني اكلمكم بصراحه، وده يدخلنا على كاس العالم للانديه. انا عايز الاهلي لما ياخد كاس دوري ابطال افريقيا يبقى رايح كاس العالم للانديه وهو فرقه جامده جدا، لكن هو برضو احنا شفنا مستوى البطولات الافريقيه في السنوات الاخيره عماله تقل مش بتزيد. فلا نخلي المنافسات قويه، نضمن كمان الفرق المصريه لما تصعد لكاس العالم للانديه وتلعب في والفرق اللي بتعاني ماديا. انت خد بالك احنا مش زي بالظبط، انت مش زي اوروبا. انت اوروبا مثلا في عائد مادي جاي من الجمهور، عائد مادي جاي من بيع، احنا ما عندناش ده اصلا بشكل كبير. فده يعوض لك شويه فكره ان انت تخش وتنافس. يعني انت تتفرج النهارده سكواد الهلال عامل ازاي يا كريم؟ الهلال السعودي مرعب طبعا. انت بتتكلم على اقوى حتى الفرق اللي انا بشوف مع احترامي يعني، انا شايفها ان هي من اقوى فرق الشرق الاوسط يعني. لا فرق بزمان. مرعبه فرق سكواد. انت بتتكلم راجل جاله سي في، بص عامل ازاي، ماريجا عامل ازاي طبعًا. وقبل كده جوفينكو لعب في الهلال طبعًا. فانت بتتكلم على سكواد غير طبيعي. جوميز بالظبط يعني، ده كان مرعب رهيب. يعني راح جلطة سراي وفري غريب. فانت عايز تخش تكون يعني تنافس مع الفرق دي بالاسامي ده. والكوره دلوقتي يا كريم ما بقتش زي زمان قصه الانتماء، ولا انت معاك فلوس هتقدر تجيب تستقطب لعيبه وتقدر تخش الميركاتو. كل ما يبقى معاك بيرتشيزنج باور او قادر ان انت تشتري ماديا لعيبه اسم، هتقوي فرقتك وبالتالي انت هتعرف تنافس على البطولات. انا شايف ان الاهلي والزمالك في مصر محظوظين، وهيكون صاحب النصيب الاكبر من البطوله دي تحديدا. كل الفرق مفرغه وكل الفرق طالعه بره، حتى الدوري التونسي بيعاني، الدوري المغربي بيعاني، جميع اللعب بتطلع بسبب الموارد الماليه القليله. اكتر فرق بقى هتعاني وتماما وهتكون فعلا دايما في البطوله الادنى اللي هي البطوله كانها الدرجه الثانيه، هي فرق زي اللي في موجوده في كاميرون، موجوده في الكونغو، موجوده في البلدان اللي زي دي. ما عندهاش امكانيات، مفيش امكانيات تماما. الناس اللي بتلوم على الكاميرون في تنظيم كاس الامم الافريقيه بسبب الموارد الماليه، ليس في الامكان افضل من مكان، هم لا يملكون اموال. فانا على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه كوميديه جدا. تعرف ان رئيس الاتحاد الافريقي طلب من كل نادي التبرع بمليون دولار قبل البطوله ما تبدا؟
ده اكبر دليل هاخد من الغني ادي للفقير. فهو على فكره من اجل ان هو يوفر موارد، وقال شرط عجبني جدا من اجمل الشروط، هو ان الملعب يكون نجيل طبيعي، وان الملعب يصلح للعب مباراه كره قدم، ودي تحتها مليون خط. وفي حته ثانيه هو كان عايز يدور عليها 25000 مشجع لازم يحضروا في الماتش. يعني حته عدم وجود الجماهير، والرعاه كان شارط الفكره ان لازم يبقى شركات طيران عشان يضمن الانتقال. في نفس الوقت ان هم دايما انت عارف شركات الرعاه، تكمل على كلام اسلام، ان هم عندهم حته الملاءه الماليه عاليه شويه، فبيقدر ان هو حته كمان ماديه جدا. انا نفسي بقى اهلي وزمالك او الانديه المصريه او اي نادي في العالم، يعني انت بتلعب كوره عشان تكسب فلوس طبعا، احنا ما بنكسبش من البطولات، يعني الانديه في مصر لا خالص، ولا بطوله محليه، ولا انت بتكسب.